أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة حديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض في سن النسائي، قال فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟ هذا على سبيل الاستحباب، يجوز الطلاق إذا طهرت من حيض كما في رواية الصحيحين. طيب يا شيخ، والرجعة حتى تطهر؟ والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بد من غسلها؟ الرجعة إذا أراد نسأل يرجع. لا، إذا طهرت من حيضها الثالثة قصده. أي نعم. فله أن يراجعها إذا ما لم تغتسل. يعني يا شيخ هل إذا رجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ نعم. يعني لقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. أجلهن بعد غسل يعني أجل؟ لا، أجلهن إذا انقطع الحيض. يعني بانقطاع الحيض يجوز؟ بانقطاع الحيض يتم الأجل. حتى وتنقطع جميع العلق. أيه. فلا ترثه ولا يرثها. حتى ولو لم تغتسل؟ نعم، حتى لو لم تغتسل شيء. أي نعم، ما فيه إلا الرجعة فقط والطلاق. ما فهمت شيخ. إذا طهرت من الحيض الثالثة، نعم، فله أن يراجع. لكن قبل غسلها؟ قبل غسلها، قبل معلوم. أي نعم، يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل. خلاص بعد الغسل ما له يراجع إلا بعقد جديد. لكن أقصد شيخ قبل الغسل يراجع. له أن يراجع وإن كانت العدة قد انتهت، فله أن يراجع. إيه يعني شيخ الغسل لي اقرأ الآية، فإذا بلغن أجلهن. بماذا يبلغن أجلهن؟ انقطاع الحيض. انقطاع الحيض. نعم. فأمسكوهن بمعروف. إيه. هذه الرجعة. إيه. أو فارقوهن بمعروف. فإذا راجع قبل الغسل. إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة. صحيح. لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض. لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها، ولو مات لم ترث. لكن الرجعة تختلف. الرجعة تختلف، وسع الله فيها. ولكن عاد لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها، بل تغتسل متى جاءت الصلاة اغتسلت. جزاك الله خير.